اما هلا صرنا بننتقل لمحطتنا التاليه مع استمرار الهزات الارتداديه. يمكن المشهد رجع عاد للاذهان حاله التوتر والقلق اللي عم يعيشها الناس اليوم، خصوصا مساء الاثنين الماضي كل الناس يمكن عاشت هي الحاله، كان في قلق توتر رهاب، بالاضافه للشائعات اللي على السوشيال ميديا اللي صحيح. عم تكسح جميع مواقع التواصل الاجتماعي، اي حدا عنده معلومه مفيده يعني بترتكز على اختصاصي او مركز اساسي ممكن ينشرها، بس اي شائعه اخرى يجب عدم نشرها صحيح. اليوم لانه عم تنعكس سلبا على نفسيه الناس والناس ما عاد تحمل وجع والم. مزبوط نور، ويمكن الهزه القويه اللي صارت لبعض المحافظات حست فيها انه هي كانه زلزال من اول وجديد، وبالاخص مدينه حلب شفنا طبعا عبر تغطيه الاخباريه السوريه اللي كانت سريعه فورا مع وجود مراسلينا، بلشت الاشاعات انه في تهدم مباني بهي المنطقه، في اكثر من شيء، في ناس نزلت مقاطع فيديو عن الوميض الازرق، هي الظاهره اللي ما زال الجميع يعني ما حدا عطانا تفسير واضح لسبب هذا الموضوع، وحتى عالميا يعني عم نشوف بتقارير المحطات العالميه عم بيتم تداول هذا الموضوع مع تفسيرات مختلفه، ولكن الاكيد والمعروف انه العلم ما زال غير قادر على تحديد موعد الزلزال، مو مثل ما عم بيتم التنبؤ فيه على مواقع التواصل الاجتماعي واعطاء توقيت واعطاء يوم واثاره حاله الرعب. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع بصيرنا يكون معنا بصباحنا لليوم الدكتور منير الاطرش، رئيس قسم الهندسه الانشائيه الزلزاليه في المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزاليه في جامعه دمشق. صباح الخير دكتور. صباح الخير، صباح الطمأنينة إن شاء الله هيك مع حضرتك والمعلومات الموثقة إن شاء الله. بداية الرحمة للذين قضوا في هذا الزلزال والشفاء العاجل للمصابين، أريد أن أقول أن الشعب السوري أكد مرة أخرى أنه شعب يستحق الحياة من خلال التعاضد والتكاتف والتعاون والمحبة، ومن خلال أيضا محبة الشعوب الأخرى الدول الشقيقة والصديقة. طيب دكتور منير، خلينا نبلش حديثنا لأنه كثير من الناس اليوم عندها حالة توتر وقلق ورعب. نعم. عم نشوف السوشيال ميديا تكتسح الأخبار والشائعات، الناس ما عم تقعد ببيوت، عم نشوف ناس نصبت خيام خايفة تعيش الحالة من أول وجديد، ونحن عم نحاول دائما نكون معنا مختص ضمن رحلاتنا الصباحية يكون في معلومة موثوقة مفيدة تعود إلى فعليا يعني حكي علمي بدنا نقول. خلينا نعرف هلأ بما أنه عم نشوف هزات ارتدادية، التعريف العلمي شو؟ لأيمت رح تستمر؟ رح يكون في هزات ارتدادية قوية مثل اللي شهدناها التنين الماضي؟ نعم، حدث الزلزال في 6 شباط وكان زلزال قوي 7.8 ريختر، زلزال مدمر. طبعا الصفائح القشري الأرضية بحركة دائمة ومستمرة وغير ملحوظة، ومن خلال هذه الحركة تدخر طاقة كامنة إلى أن تصل المرحلة إلى أن هذه الطاقة الكامنة يجب أن تتحرر إلى طاقة حركية فيحصل الانفجار أو الزلزال العنيف المدمر. بهذه الحالة صفائح القشرة الأرضية تحتاج إلى زمن حتى تستقر من حيث النشاط الزلزالي، يكون ذلك من خلال هزات ارتدادية بأعداد كبيرة وبزمن قد يستمر أسابيع قد يستمر شهور أو أكثر. لكن الهزات الارتدادية تكون بشدات خفيفة ممكن تصل حتى 5 درجة أو أكثر، لكن الكثير من الهزات ستكون بدرجات خفيفة، هذه مدة قصيرة بتكون. نعم، ولمدة قصيرة ليست كالزلزال الأساسي، فلا خوف من هذه الهزات الارتدادية، هي يعني حركة طبيعية للقشرة الأرضية حتى تستقر زلزاليا ولا تؤدي إلى أضرار هامة. كيف ذلك؟ يعني هناك بعض المباني الآيلة للسقوط، هذه المباني الآيلة للسقوط سواء هزات ارتدادية أو ما في هزات ارتدادية يجب إخلاءها وهدمها، لأنها تشكل خطر على الإنسان إذا دخل داخلها أو على المباني المجاورة. هناك مباني متصدعة أيضا يجب إخلاءها وتدعيمها
كي من الممكن المباني المتصدعة بشكل كبير أن تؤثر عليها الهزات الارتدادية. نعم. فهناك طريقة للوقاية. صحيح. أما المباني التصدعات خفيفة فلا خوف عليها من الهزات الارتدادية. نعم. نعم. بدي أسألك دكتور، اليوم عم نسمع كتير حديث عن موضوع طبعاً أنه البحر وما هو قادم من البحر، والبعض عطى تحليلات، البعض صور البحر باللاذقية وبطرطوس وقال أنه متراجع إلى الخلف، علماً أنه نسيوا حالة الربط بين المد والجزر اللي هي طبيعية بتكون بهي الأوقات، وبنعرف أنه أساساً بالشتاء تتراجع حركة الموج أو بتتقدم، هي طبعاً لحركة المد والجزر تابعة للقمر، وناس قالوا تسونامي، ناس قالوا ما بنعرف شو لسه قادم، وغيره وغيره من التأويلات. بدنا تفسيرات علمية واضحة لكل ما يحدث. المشكلة الأساسية أن المختص وغير المختص بيتحدث عن الزلازل. صحيح. لا يحدث تسونامي إلا إذا حصل أو حدث زلزال ضمن البحر وزلزال تمام. قوي. إذن لا خوف من تسونامي. هذا علميا طبعا. بالمحافظات الساحلية يطمنوا يعني. نعم، ونتمنى من الجميع عدم إثارة الشائعات وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. يفضل ترك الموضوع للإخصائيين المختصين. صحيح. صحيح. والسماع لما يعني يأتي من الإخصائيين. نعم. طيب خلينا نحكي بما قلت خلال حديثك دكتور منير انه الهزات الارتداديه مستمره. نعم. يعني خلينا نطمن الناس، راح تكون يعني شفنا يوم الاثنين كانت قويه لكن مدتها قصيره، يعني هي الهزات الارتداديه راح تكون قويه متوسطه الشده، واكيد هي راح تكون فترات قصيره، يعني كل الناس لهلا عندها حاله خوف ورعب، شفنا المشافي استقبلت حالات بسبب حالات الخوف والرعب، يعني صار في اصابات بس من حاله التوتر اللي كانوا عايشينه. نعم. الهزة التي حدثت بالاثنين الماضي اللي كانت شدتها 6.4 شدة قوية نسبيا، لكن تصنيفها ضمن الهزات الارتدادية، ولها إيجابية أنها فرغت طاقة لا بأس بها من الطاقة المختزنة. يعني ممكن هالهزة الكبيرة تختصر بزمن الهزات الارتدادية، فلا خوف. يعني حصلت هذه الهزة بهالشدة وبهالقوة، أضرارها كانت خفيفة، ومن المتوقع الهزات الارتدادية القادمة تكون أخف، يعني ممكن لغاية 5 درجة وأقل، فلا خوف. يجب على الجميع أن يكون مطمئن، لا خوف من الهزات الارتدادية. نعم. بالنسبة لتغيير منطقة الزلزال، يعني تم الحديث بعد الزلزال أو الهزة الارتدادية اللي كانت في تركيا وتغير منطقتها من طبعا غازي عنتاب إلى مدينة أخرى، وقالوا أنه نفس الشيء رح يكون ارتدادها قريبا مختلف، ليس متمركزا كما كان سابقا بحلب واللاذقية والمدن الأكثر قربا، أنه رح يكون باتجاه طبعا دمشق ولبنان والجنوب يعني بشكل عام. نعم. فهل هذا الحديث صحيح أو لا طبقا لا تغير طبعا حركة الصفائح اللي نعم. في الأرض أو هذه الهزة 6.4 درجة التي حدثت الاثنين الماضي، نعم كانت مستقلة عن الهزة الأساسية 6.2، لكن عندما ستحدث هزات ارتدادية عن هذه الهزة أيضا ستكون خفيفة، فلا خوف منها سواء للاهتزاز أو الهزة الأولى أو الاهتزاز الثاني بالأسبوع الماضي الثاني الماضي. الهزات الارتدادية لا خوف منها على جميع الأحوال، فليطمئن الجميع، لا خوف لا خوف لا خوف. نعم. طيب خلينا نحكي علميا شوي، يعني شفنا مثل ما قلت خلال حديثك يوم الاثنين 6/2 تاريخ لن ينتسى يمكن لكل السوريين. نعم. كان انعكاس الزلزال كتير كبير على سوريا، شفنا الأضرار كتير كبيرة، شفنا الأرض، كتير من العلماء عبر المحطات حاولوا يفسروا علميا كيف الأرض تغير موقعها وكيف تحركت، ونحن بنعرف أنه هي طاقة مختزنة عم تتفرغ، بدها وقت مثل. نعم. ما قلت خلال حديثك لترجع شوي هي الأرض لمكانها، نحن ما بنشعر أساسا الأرض بحالة حركة مستمرة، نحن ما بنشعر فيها. نعم. قد بدها تأخذ وقت علميا لسه إذا بدنا نحكي لو هيك إذا عندنا معلومة الهزات الارتدادية قديش لسه بدها، لأنه الأرض لسه مثل ما قلنا ما استكانت، ما أخذت المكان الصحيح.
ما بنقدر نحدد تماما الهزات الارتدادية. قوة الزلزال ما بتستطيع تحدده؟ يعني لا أنا لما أقول لا لا هو لا يعد من أقوى الزلازل. الهزات الارتدادية لا يمكن تحديد زمن لها زمن استمراري. كما ذكرت ممكن 4 أسابيع، ممكن شهور، ممكن أكثر، لكن ستكون بشدات خفيفة قطعاً. لا خوف لا خوف لا خوف. نعم. هاي أول شيء شكراً كثير على أنك عم ترجع عند كل جواب تأكد أنه لا خوف، لحتى الناس تسمع وترتاح شوي نفسياً، لأنه هلأ صار عنا الراحة النفسية حقيقة هي لا. أهم الآن من أي شيء ثاني. إذا بدنا نموت رح نموت، سواء انتظرنا هذا الموعد أو ما انتظرناه. اللي الله كاتبه علينا رح نعيشه. خلينا نقول اليوم انتشر بالسوشيال ميديا الوميض الأزرق، وكثر الحديث عنه. حتى باللاذقية خلال الهزة الأخيرة في ناس نشرت هاي الصور. شو التفسير العلمي لها؟ سأتحدث عن هذا الموضوع بنوع من التفصيل، لأن الناس فعلا في حالة خوف وهلع من هذا الموضوع. الوميض الأزرق. هذا الوميض أو ما يسمى الإضاءة الزلزالية، نقول earthquake lights، هذا أمر طبيعي. كيف؟ بالنسبة لل يعني سأعطي بعض وقائع. بالعام 2007 حدث في البيرو على فيديو من خلال كاميرا مراقبة، وتم توزيعه على وسائل التواصل الاجتماعي، ضوء ساطع أضاء السماء، وبعد فترة حصل زلزال. طبعا هذا أمر طبيعي. حادثة أخرى في العام 2017 بالمكسيك، حصل زلزال قوي بقوة 8.1 درجة، ورافقه أضواء مخيفة بلون أزرق وأخضر. هذا أيضا أمر طبيعي. الآن علميا وتحليل العلماء، علماء الفيزياء، هناك العالم الفيزيائي فريدمان فرويند، الباحث في وكالة الفضاء الأمريكية، أجرى تحليل ل 65 حدث لظاهرة إضاءة زلزالية، وتوصل إلى نتيجة هامة أو إلى فرض هام، أن هناك بعض أنواع الصخور عندما تتصادم وتتكسر يصدر عنها شحنات كهربائية. هذه الشحنات الكهربائية عندما تنتقل من الصدع إلى سطح الأرض وتتفاعل مع الغلاف الجوي ينتج عنها توهجات وإضاءة. هذا أمر طبيعي، وهذا الأمر حدوثه نادر جدا، يحدث يترافق مع الهزات القوية جدا ونادر جدا، إحصائيا أقل من 0.5%، يعني أقل من 5 بالألف من الهزات القوية التي حصلت في جميع دول العالم التي ترافق معها هذا التوهج أو هذه الإضاءة. وهذه الإضاءة قد تحدث قد تظهر قبل حدوث الزلزال أو تترافق مع حدوث الزلزال. فعلى سبيل المثال في إيطاليا في 2009 شخص لاحظ لمعان في الأواني في المطبخ، فسارع لأخذ عيلته لخارج المنزل، وبعد ساعتين حدث زلزال قوي جدا. إذن هذه الإضاءة قد يكون لها إيجابية بأنه قد يتنبه الإنسان أنه سيحدث بعد قليل، بعد ساعة، بعد ساعتين زلزال بمؤشر هذا الوهج أو هذا الوميض، فيكون لديه الاحتياطات الكافية واللازمة ليتصرف ويحمي نفسه. فليطمئن الجميع أيضا أن هذه الومضات المضيئة، هذه التوهجات الناتجة عن الزلزال هي طبيعية جدا، ولا خوف نهائيا
منها. طيب دكتور منير، استضفنا عدد من المختصين خلال رحلتنا الصباحية، وكنا عم نركز على نقطة كتير مهمة، لأنه كتير من الشائعات اليوم على السوشيال ميديا عم تتنبأ بحدوث زلزال قريب، زلزال بعيد بعد كم يوم. لا أحد يستطيع اليوم أن يتنبأ أنه رح يحدث زلزال، قد ما حاولت يمكن ترصد مراكز البحوث اليوم قديش هي المصداقية بتكون عالية. حتى اللحظة لم يتوصل العلم إلى إمكانية التنبؤ بحدوث زلزال، بأي موقع سيحدث، بأي شدة سيحدث. هذا أمر محال. حتى نحن بنعرف في مناطق مهيئة، يعني بنقول شرق الأناضول في مناطق معروفة، بس ما في رصد ليقول لك حدا أنه لا في تاريخ كذا بعد فترة زمنية أنه سيحدث زلزال. أكيد أنا بلقاءات سابقة نوهت بأن هذا الزلزال العنيف الذي حدث هو الأعنف منذ أكثر من 100 عام. صحيح أنه ممكن 100 عام 200 عام يحدث زلزال مدمر بمنطقة معينة. إذن حدوث هذا الزلزال في هذا الوقت يعطينا يعني اطمئنان أنه لعشرات السنين لن يحدث، إن شاء الله لن يحدث زلزال مدمر بهذه القوة. ومن الضروري يعني عدم اتباع الشائعات، من ضروري الوعي، من ضروري التصرف بشكل صحيح. يعني نحن كنا في فريق تطوعي باللاذقية وبجبلي قبل أسبوع، لاحظنا المآسي. يعني أحيانا البعض البناية فيها تشققات بسيطة جدا وتعتبر آمنة تماما، الساكنين هجروا البناية خوفا. صحيح. نعم، فنطمئن الجميع أن يأخذوا الخبر من المختص. نحن عم نحاول نطمئنهم قد ما فينا. نعم. أكيد أكيد، وهذا دورنا يعني بهي المرحلة أنه نحن نكون مصدر للمعلومة الموثوقة حتى نضحط كل الشائعات. بدنا نتشكر وجودك دكتور منير، ونتمنى السلامة للجميع. شكرا لكم.